السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم زملاء؟ نستمر معكم في الدروس العملية التطبيقية حول الأمور الهامة الطبية. درسنا اليوم سيكون حول قياس العلامات الحيوية. لدينا هنا جهاز المونيتور، وهذا الجهاز الذي يستخدم لقياس العلامات الحيوية. نلاحظ هنا زر التشغيل، نتكلم الآن عن باقي الأزرار. نلاحظ هنا جهاز يتكون من كل من كم ضغط لقياس ضغط الدم، الضغط الشرياني. نضع الضغط، كم الضغط على مكان الشريان العضدي. ذات الطريقة لقياس ضغط ضغط الدم الشرياني الطريقة العادية. الآن تم تركيب قياس كم الضغط لقياس ضغط الدم الشرياني. نضغط على blood pressure أي الضغط الدم الشرياني. نلاحظ ارتفاع كمية الضغط المطبق بواسطة كم الضغط. نلاحظ امتلاء الضغط، نلاحظ إلى وصول إلى حد معين أعلى قيمة من القيمة الطبيعية. ثم يبدأ الجهاز بتفريغ بشكل تدريجي كم الضغط. نلاحظ انخفاض قيمة الضغط المطبق، كمية القوة المطبقة. نلاحظ ظهور قيمة الضغط. كما نعلم الضغط تكون من مركبتين، الضغط الانقباضي، الضغط العظمي، والضغط الانبساطي، الضغط الأصغري. فهنا قيمة الضغط الانقباضي 100 وقيمة الضغط الانبساطي 67 أي 10 على 7 أو 100 على 70. هذه بالنسبة لقياس ضغط الدم. الجزء الآخر وهو البلس، كما البلس العادي نطبقه، يوضع بأي أصبع من أصابع اليد. نلاحظ الأمور التي سنتكلم عنها بشكل واضح أكثر المؤثرة على قياس النبض، كبرود اليدين، وجود الأضواء الزائدة، الإضاءة الزائدة أو الأجهزة الكهربائية التي تشوش على عمل الجهاز البلس. نلاحظ الآن إذا تكلمنا هنا الضغط الدم blood pressure العظمي والانبساطي، هنا بلس أي النبض، نلاحظ النبض 76، وهنا SPO2 وتعني كمية الأكسجين، كمية الإشباع الأنسجة بالأكسجين، نلاحظ 98. طبعا أما عن القيم فنلاحظ أنها طبيعية، بحيث النبض تكلمنا أنه يكون مداه ما بين 60 إلى 90 درجة إلى 100 درجة مع اختلاف المصادر والمراجع. الضغط الأعظمي بالنسبة لضغط الدم من 100 درجة إلى 140. الضغط الانبساطي يكون من 60 إلى 90. أما عن قيمة الأكسجين فهي تكون 95 وما فوق، مع بعض أحدث المراجع تكون 90 وما فوق، مع مراعاة بعض الأمور كمرضى الربو COPD ومرضى الأمور القلبية. في حال كان أيضا تحت 90، 95 إلى 90 أيضا يعتبر بشكل طبيعي. إذا هذا هو المونيتور. طبعا يوجد مقياس أو مأخذ آخر خاص يحدد يظهر لنا قيمة الحرارة غير متوفر هنا، يتم استخدام قياس الحرارة العادي. هذا كان درسنا لليوم، سوف نتكلم عن هذه الأمور بشكل مفصل أكثر، كل منها على حدة إن شاء الله. نلتقي معكم في درس قادم.